ما بقى والو. الدخول المدرسي والناس ديال الثانيه باك سيونس فيزيك اس في تي والشعب التقنيه باش يدخلوا وهم مستعدين باش الرياضيات ويفهموها مزيان وكذلك يجيبوا فيها مزيان. غادي نعطيكم في هذا الفيديو لي باس داكشي اللي خصكم تسلحوا به قبل ما تبداو المقرر، زائد ما تخافوش، راه ماشي شي حاجه اللي كثيره اللي غتحتاج منكم وقت باش تضبطوها، وانما هي شي حاجه اللي قليله ولكن البركه ديالها كثيره. وتشكروني على هادشي ان شاء الله، وقولوها لي اذا استفدتوا من هادشي من بعد ملي تبداو تقراو. هادو هما الدروس ديال الثانيه باك في الماط. درت انا هنا الدوره الاولى، زعما هادشي ديال الدوره الاولى وهادشي ديال الدوره الثانيه. هما الدوره الاولى كاين على اليسر والدوره الثانيه كاين على اليم. دونك غنشوف دابا الدروس متسلسلا وبالترتيب، غنشوفوا الدروس كامل شنو لي باز اللي كيحتاجوا، او مجموعه ديال الدروس شنو لي باز اللي كيحتاجوا. قبل ما نبدا بغيت نقول لكم باللي التسجيل في العرض راه مفتوح بالنسبه للثاني باك سيونس فيزيك اس في تي. العرض هو يعني مزيان بزاف للناس الاحرار وحتى المتمدرسين. فيه درس مشروح بالتفصيل زائد التمارين زائد المواكبه ديال البروف. المهم المعلومات كامله تلقاوها في الديسكريبسيون، تواصلوا معايا باش نعطيكم معلومات اكثر. وهذا الشيء بشهاده الناس ديال الام اللي فات، جابوا نقاط اللي هي جد ممتازه. كما انه في الاخر ديال السنه يعني كاين استعداد الوطني اون بريباراسيون ان اكزامان ناسيونال. المهم اللين ديال المنصه غتلقاوه لتحت والمعلومات كامله غتلقاوها لتحت. كاين وطنيه مصحين وداك الشيء. المهم بلا ما نكثر عليكم، اللي بغى المعلومات اكثر يتواصل معايا، واللين ديال المنصه غتلقاوه في الديسكريبسيون. نرجعوا للموضوع ديالنا اسيدي. قلنا باللي الدوره الاولى، شوفوا معايا مزيان، الدوره الاولى عندنا لا كونتينيتي، درس ديال الاتصال باللغه العربيه. هذا درس الاتصال باش تقراوه مزيان خصكم تكونوا كتعرفوا لي ليميت وكتعرفوا شنو هما الدوال. المهم ها انتما باش لا باز ديال الكونتينيتي، عندك الكونتينيتي و ديريفابيليتي اتيود دو فونكسيون، هاد جوج دروس لا باز ديالهم وحتى البريميتيف، حتى البريميتيف الدواء الاصليه. هاد الثلاثه هادو نعطيكم لا باز ديالهم في بعض الفيديوهات اللي نسجلت، حيت باش تبين ان واحد الداله كونتينيو متصله خصك تحسب ليميت. دونك خصك تكون كتعرف تحسب ليميت، وتحسب ليميت ديال داله. دونك خصك تكون عارف شنو هي داله، خصك تكون عارف زعما شنو هي داله، وعارف شنو هي الليميت ديال داله، وشنو المعنى ديال المشتقه ديال داله، شنو المعنى ديال جدول التغيرات، شنو المعنى ديال طابلو ديال جدول الاشاره، طابلو سين، طابلو فارياسيون. تعرف هادشي كامل وتعرفوه هندسيا اشكالي، هادشي كامل اللي قلت لكم مجموع في واحد السلسله اللي درتها. غتاخذ منكم ساعه ديال الوقت باش تعرفوا ما معنى ديال الداله، وتعرفوا شنو معنى ديال مجال التعريف ديال الداله، النهايه ديال الداله، جدول التغيرات، هادشي كامل اللي قلت لكم غتعرفوه. والنهايات لي باس ديالهم والتذكير ديال داكشي ديال السيستيم درتو في واحد الفيديو فيه اكثر من ساعه ونص. هاد الفيديو دونك عندكم جوج سوايع وشي حاجه غادي تستافدو لي باس ديال ثلاثه ديال الدروس. ركزوا معايا انا نوريكم فين هاد الفيديوهات. المهم اللين ديال هاد ديال لي ليميت، بداو بلي ليميت هما الاولين صافي، بداو بمعنى ديال الدوال وعاد لي ليميت. بلات بداو بالدوال. دونك غاتمشيو اليوتيوب تكتبوا اتيود دو فونكسيون اولا دراسه الدوال العربيه ولا فرونسي، اتيود دو فونكسيون، تكتبوا هذا زكريا بويشا ياك، غيطلع لكم واحد السلسله هي هادي، هي سميتها اتيود دو فونكسيون دو ا ا زد، دراسه الدوال من الصفر من الاول الى الاخر. ها السلسله غتلقاو فيها لي باز ديال اتيود دو فونكسيون. هانتوما شوفوا غير من الفهرس ديالها في هذاك الشيء اللي كنت كنقول لكم عليه. هانتوما غنزيد الفهرس فوالا، شوفوا معايا، شوفوا هاد الطابلو بلاش نكون فيها شنو هي الداله وشنو المميزات ديالها. الفونكسيون شنو هي، شنو هما لي تيب دو فونكسيون، كيفاش نحددو الدومين ديفينيسيون، شنو المعنى ديال الدومين ديفينيسيون، شنو هي لا ديريفي دو فونكسيون ولي زيتيليزاسيون ديالها، الاستعمالات ديالها، شنو هما لي غاسين ديال الفونكسيون. كاين اللي كيقلب على الجذور ما عرفش علاش يقلب عليهم.
شنو هو جدول الاشاره، شنو هما لي ليميت المعاني ديالهم، شنو هو الطابلو دو فارياسيون، لي زيكستريموم، لي برونش انفيني، بوان دافليكسيون، لاكس دو سيميتري، هادشي كامل غتشوفوه ان شاء الله في هاد السلسله. شوفوا الفيديو الاول بارك عليكم، واللي بغى يزيد يشوف حتى الفيديو الثاني راه فيه 55 دقيقه يشوفوا باش يتهنم بزاف ديال الحاجات. حتى دراسه الدول، دراسه الدول كاينه هنا. دونك شوفوا الفيديو الاول والثاني، المهم السلسله كلها الفيديو الاول والثاني هادو فيهم دقائق 19 ايتترا. شفتوهم هي ديك ما شفتوهمش مزيان، عندكم لي باس حسنا جينا نعطيكم لي باس. من بعد غتحتاجوا لي ليميت، النهايات، النهايات لما كنتيش تعرف حسبهم صلاه الجنازه عليك. غتكتبوا لي ليميت زكريا بويشا، يعني غتلقاو اللين ديال هذا الفيديو كامل في الديسكريبسيون اللي ما بغاش يقلب راسه. غديروا هذا الفيديو هو الاول لي ليميت النهايات، هذا فيه ملخص، ملخص شامل كافي وافي لي ميثود اللي خصكم كنشرح فيه بعدا شنو هو داله. شوفوا هذا راه غادي ينفعكم بزاف، كنشرح فيه التقنيات ديال حساب النهايات صافي. دونك التقنيات المهمه الاساسيه بيان سور، وهذا الفيديو يخليكم تفهموا اي تقنيه جديده ديال حساب النهايات. علاش كنعملوا، علاش كنعملوا هنايا باش نحسبوا هذه النهايه، علاش كنعملوا باش نحسبوا هذه النهايه، علاش كنضربوا في مرافق باش نحسبوا هذه النهايه، علاش كنديروا كذا، هذوك علاش، علاش اللي كطرح لكم وما لقيتوش اللي يجاوبكم عليها. هنا ان شاء الله غتلقاو الجواب. مزيان اسيدي، دابا ها انت تباسيتي، نعطيكم يومين ثلاث ايام، اللي تعطل بزاف يبقى ثلاث ايام عيت بازار هاد 3 كور. وإلا مشيتي حتى تبازيتي، اسمع اسمع مزيان، إلا مشيتي حتى تبازيتي في هاد لي 3 كور، تبازيتي عندك لاباز ديال الاتصال والاشتقاق ودراسة الدول، وعندك البريميتيف، بلاتي بريميتيف خصك باش تفهمها، الدول الأصلية باش تفهمهم، خصك تكون كتفهم كيفاش تحسب الدالة المشتقة. أنا غنعطيكم فيديو سوا الباز ديالها، إلا فهمتي هاد ثلاثة الدروس فهمتي لاناليز كاملة. غتفهم تكامل، غتفهم كلشي، غتفهم واحد اكثر من 10 نقاط في الوطني، يعني عندك لا باز ديالها، فغتمشي مرتاح، غيبقى غير كومبلكس داكشي. انا نوريكم شنو القلب ديال المهم، حيت شنو هو مقرر التحليل ديال البكالوريا، شنو هو؟ هو عندك دول كدرسهم، كدير لهم اشتقاق، كدير لهم طابلو دو سين، طابلو دو فارياسيون، كتحسب لي ليميت ديالهم، كتأول لي ليميت هندسيا، كتستنتج كتيتيدي لا فونكسيون، يعني كتستنتج لي برونش انفيني الفرع اللانهائيه ديالها، هذا مقارب، هذا كذا، هذا كذا، هذا هو المقرر ديالكم. شويه كتبقى حسب ليها التكامل ديالها، هذا تشوفوا وتعرفوا دول اللي هما الالين والاكسبونونسيال، وهذا دول جديد تطبقوا عليهم هذا الشيء نيت. اذا لو كنت انت عندك لا باز كتعرف ديري، كتعرف دير طابلو سي، تعرف دير، فانت ما غتلقاش مشكل. كاين اللي غيكون نسى لا قواعد كيفاش يشتق، وهذا الشيء غيكون عائق ليه باش يحسب المشتقه ديال الداله، باش يدير ديريفي، ويكون عائق كبير باش يفهم لي بريميتيف اللي هما الدوال الاصليه. حيت الدوال الاصليه شنو هما؟ هما العكس ديال الاشتقاق. الا اشتقينا شي داله هذيك اللي كتخرج لنا كتسمى الداله المشتقه، الداله الاصليه هي ديك الداله اللي اشتقوا عطينا. دونك هاد الدوال الاصليه لي بريميتيف ما غتفهموش مزيان اذا ما كنتيش فاهم كيفاش تشتق داله. وهادشي كامل عندي لكم ليه الحل فقط في 20 دقيقه، فيديو ديال 20 دقيقة انا غوريه لكم دابا. ولكن خصكم تعرفوا علاش بريميتيف مهم الدول الاصلية، لان الدول الاصلية هما اللي غتفهموا بهم كالكول دانتيغرال اللي كاين في الدورة الثانية، لو كالكول دانتيغرال او الحساب التكاملي. اتونسيون، اللي هو اللي كيخلع بزاف الناس وما كيفهموش مزيان. يعني نقول لك تقريبا 70% ديال التلاميذ سيونس فيزيك او اقل بقليل كيكونوا ما كيعرفوش الانتيغرال مزيان، كتخلعهم كيخافوا منها حيت ما طابتنش لي بريميتيف. والسبب باش ما طابتنش لي بريميتيف هو انهم ما سيزيام ما عرفوش مزيان قواعد الاشتقاق. كيجيو للباك الاستاذ كيدير غير غابيل على تذكير قواعد الاشتقاق، فبالتالي ما كيمشيو فيها. جيو دابا نوريكم قواعد الاشتقاق عاوتاني، هذا تلقاوه في الديسكريبسيون لين ديالو. غاتجيو اليوتيوب تكتبوا فورميل دو ديريفاسيون او لا قواعد اشتقاق زكريا بويشا، اختاروا اللي بغيتو فورميل دو ديريفاسيون زكريا بويشا. فوالا، هذا الفيديو الاول فيه هو فيه 34 دقيقه، ولكن راه غتلقاوني كاتب لكم في البدايه ديال الفيديو انه اللي بغى يدوز مباشره لقواعد الاشتقاق يمشي الدقيقه تسعد صافي.
واللي بغى يستافد ويفهم مزيان شنو هو العدد المشتق وهذا اللي هو ديجا شرح، غادي يبدا من الاول نص ساعه عندك انت ناضي. اذا شحال في التوتال دابا شحال عندنا؟ ومن هنا كنوريكم قواعد الاشتقاق، قواعد الاشتقاق داكشي اللي قريته وكيفاش كذا وتفهمهم، ماشي تحفظهم راه صافي. هذا الفيديو غيهنيك منهم دقه بطلع كما تيقول. دابا تقريبا عندك جوج سوايع ونص، انت عندك جوج سوايع ونص ديال القرايه غادي فيديوهات المده ديالهم زعما جوج سوايع ونص في التوتال. انت تبازيتي في لاناليز، دابا تبازيتي فاش؟ لاناليز تبازيتي في النص ديال البروغرام. اسمع معايا، النص ديال البروغرام. ودابا اجي نشوفوا النص الاخر بالنسبه للمتتاليات. المتتاليات خصهم هاد المتتاليات باش تكون فيهم مزيان، هو هذاك خصك تعرف شنو داك الشيء اللي عرفتي في الاول للمتتاليات. هنا غتحتاج واحد الفيديو، مازال مكملنا النص ديال البروغرام، ف غتحتاج واحد الفيديو. انت شوف درت واحد التذكير، فيديو واحد غتذكر داك الشيء ديال السيزيام كامل. غتمشي اسيدي اليوتيوب، عاوتاني تلقى لي ندير في الديسكريبسيون هادشي الا بغيتي تقلب راسك. غتقلب غتكتب لي سويت، غتشوف هاد الفيديو. واخا تشوفني داير عليه تانية باك سونسمات، ولكن شوف هاد الفيديو، راه تذكير، هذا تذكير. شوف هذا كنذكر بداك الشيء ديال الاولى باك. لا في الديفينيسيون، لا ما يصلح لكمش هذا، ما يصلح لكمش. ولكن بلاتي صبروا عليا. اذا ما تمشيوش لهذاك حيت فيه شي حوايج اللي ما عندكمش ديال سيونس مات. هذاك اجيو لهذا، ها هو لي سويت، هذا اللي دايرو قديم الثانيه بيوف. هذا مزيان غادي ينفعكم هذا. فوالا انتما هذا فيه شرحت فيه لي سويت بشكل عادي. الناس ديال بي سي اس في تي شرح شنو هي اون سويت. هذا بالفرونسي، كنهضر بالفرونسي توتالمون، وكاين واحد اخر كنهضر بالعربيه. اللي كتب المتتاليه زكريا بوشا يطلع له ديال العربيه، واللي كتب فرونسي يطلع له ديال الفرونسي. صافي شوفوا هذا. ولكن صراحه ما فيش كلشي، ماشي ما فيش كلشي، في داكشي ديال الثانيه باك. غتشوفوا غير الفيديو الاول الثاني الثالث، صافي شوفوا غير الفيديو الاول الثاني الاول والثاني. صافي الاول والثاني، الاول والثاني، بارك عليكم. وهو صراحه لي سويت ما تحتاجوش فيهم شي تذكير، زعما ما تحتاجوش شي باز، ما باز خصكم تكونوا عارفين غير هذاك البرهان بالترجع، برهان بالترجع ديمونستراسيون باغ ريكيرونس ديال اللوجيك تكونوا عارفينها وصافي. برهان بالترجع لي سويت ما تخلعوش منهم بزاف، ساهل صافي. دونك دابا احنا حتى لي سويت دابا حيدناهم من اللائحه، مشاو. دابا كيبقى لك هاد داله الالين. داله الالين هي داله غتعرف عليها حتى الوقيته ديالها، عندك لي باز ديالها ما تخافش منها. وعندك واحد الداله اخرى سميتها ليكسبونونسييل، الدوره الثانيه كاينه اولا تقدر تبداوها في الدوره الاولى، حتى هي داله غتعرف عليها وتطبق عليها داكشي كامل لي باز اللي عندك. هذا ما جيت نقول لكم لي باز، ما باش نقول لك البروغرام زعما باش تقراه. دابا عندك لي باز نوم كومبلكس او الاعداد العقديه، ما كيحتاجوش شي باز اللي كبير، كتعرف تحسب تعمل تنشر كذا تقسم هذا، وكتعرف الهندسه شويه، الهندسه ديال الاعدادي حتى هي غتلقاو هنايا صافي. ولا فهمتي لي بريميتيف غتيسروا لك لي زيكواسيون ديفيرونسييل ولا المعادله التفاضليه. شنو بقى جيومتري دون ليسباس او الهندسه الفضائيه، هادي عندها علاقه مع البرودوي سكالير اللي كاين في داكشي في السانكيام. في السانكيام كاين، المهم هادي حتى هي هذا هو اسهل درس عند الناس ديال السيونس فيزيك، هو اللي كانوا تمناو في السنوات اللي فايته باش حيدوا لهم هاد جوج دروس الاخرين، تمناوك وخلاوهم لانهم ساهل تجيبهم، هو اللي كيدبروا فيه الانقطاط. وكاين احتمالات بروبابيليتي حتى هو درس سهل جدا، اتاكيوه النيشان وغيجيكم ساهل. هو باش تعرفوه سهل سولوا لي برومو اللي فاتوا والناس اللي قبل كورونا، يقول لك شوف انا كنت كنقرا بروبا داك اللي ما كيبغيوش يجيبوا نقاط طالع في الباك، بغينا باش يسلكوا
تقول كان انا نخدم على البروبا الاحتمالات وكنخدم هندسه فضائيه نمشي نجيب النقيطات ديالو بحال هكا تيقول. يعني هاد الدروس الاخرين ما تخافوش منهم، ولكن الزوبعه والوحوش هما دوك الدروس الاولى، ولكن ما يبقاوش وحوش ان شاء الله باذن الله اذا تسلحتوا بهاد لي باز. كنتمنى تكونوا استفدتوا. كان معكم زكريا بيشا، السلام عليكم.